من ناحية أخرى، شنت اليوم طائرات التحالف العربي غارات جوية على مواقع للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بالعاصمة صنعاء. هذا واستهدفت الغارات كلية الشرطة ونادي ضباط الشرطة إلى جانب مقر قوات الأمن الخاصة وسط العاصمة، فيما نقلت مصادر مقربة من السفارة الإيرانية مغادرة السفير الإيراني ونائبه من صنعاء.